أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة الذي أرسلت لي سؤالين لفضيلة الشيخ صالح فضيلة الشيخ حفظكم الله، بعد مدة النفاس وبعد الطهر تأتيها الدورة الشهرية بعد شهر من النفاس وتجلس 5 أيام بعد الطهر، تقول وبعد الطهر منها وخروج القصة البيضاء وبعد 10 أيام من طهري من الدورة ترى دم لمدة 5 أيام، فهل عليها في ذلك صلاة أم لا؟ مع أنه دم استحاضة، فهل علي الغسل لكل صلاة أم يجزي الوضوء فقط إذا كانت استحاضة؟ وهل المستحاضة يأتيها زوجها أم لا؟ إذا كان هذا الدم دم استحاضة فإنه لا يمنع من الصلاة ومن الصيام، ولكن إذا كان ينزل باستمرار فإنها يلزمها عند الصلاة أن تستنجي وأن تضع شيئا حافظا على فرجها لا يتسرب منه الخارج، ثم تتوضأ لكل صلاة، هذا هو الواجب عليها. وأما إتيان زوجها يكره، ذكر العلماء أنه يكره للزوج أن يطأ المستحاضة كراهية التنزيه وليس حراما. نعم.